هو الإجراءات فما عدة إجراءات، ولكن الإجراءات كلها تدور حول عملية التلقيح. تعرف أنت في وقت الأوقات ما كانش فما تلقيح، وكانت الناس يعني طالب بتوفيرها. توا التلقيح متوفرة سواء كان في تونس أو في ليبيا، وإذا كان إنسان يحب يتنقل بحرية ما فيها حتى مشكلة كيف يستوفى التلقيح متاعه. وهذا إذا كان إنسان عنده تلقيح طبيعي يكفي باش يتظهر بتحليل PCR ما تكونش تعدى على إنجاز 72 ساعة ويتنقل بحرية. حتى الإجراءات اللي كانت تقبل تفرض الحجر الإجباري والحجر الذاتي بالنسبة للملقحين ما عادش فما. هذا من جهة. من جهة أخرى احنا التونسي أو الليبي إذا كان يرغب في السفر سواء كان من وإلى تونس ليبي أو تونسي وهو ما هوش ملقح، طبيعي جدا باش يطبق عليه الحجر الإجباري لمدة 10 أيام في أحد المراكز اللي تم وضعها الثلاثة على كاهل طبيعي. وفما تحليل PCR بعد مدة الإقامة يقوم به. وهذه كلها إجراءات تتعلق بحماية المواطنين سواء كان من الجانبين الليبي أو التونسي. صحيح فما إجراءات أخرى تتعلق بكل الوافدين بغرض التداوي، ضروري أنه يتم الحصول على تراخيص مسبقة من طرف المصالح المختصة بوزارة الصحة باش تتم عملية باش العملية تكون منظمة أكثر. وطبيعي كل ثم خصوصية في ما بين الجانب الليبي والتونسي هي كل التجارة، معنا الدخول والخروج في بعض الحالات فما شكون يدخل ويخرج أكثر من مرة في اليوم. هذا طبيعي ضروري أنه باش يكونوا ملقحين، لأنه ما هوش معقول إنسان جاي في التجارة جاي باش معناها ماشي باش يهز معناها مواد معينة ويبقى 10 أيام في الحجر، ما هوش ممكن. وبالتالي الحل أنه يقوم بالتلقيح والتحليل بتاع PCR نجم نخليوه صالح لمدة أسبوع. والحاجة الإضافية أنه باش يتم تركيز مراكز على مستوى المعابر ويتم فيها هكل التحليل السريع باش ما نعرفوش العباد. وبالتالي الإجراءات هذه كلها هي تصب في خانة الحماية متاع المواطنين سواء كان توانسة أو ليبيين ونتفادى الفترات الصعبة اللي عشناها.